نخرجوا للبير باش نجيبوا تريكمي، نجيبوا علبه مع الزويل نجيبوا في الماء، ما ثماش السميد، ما ثماش الغاز، ما ثماش السكر، ما ثماش الحليب، ما ثماش منين باش نجيب منين شنو ثماش. الطرقات، الطرقات تاع البلعي تحت الصفر، العيش تحت الصفر لهني، درجه تاع الصفر تحت الصفر. المغرب قداش من صحافي يجي يصور، وقداش من مطلب عمل وعمل مشي للويري، مشي للمعتمد، ما ثمش ما يسمعك حد. طرقات هم عم عاملين لها دراسه وقاعد تستنى شو يقول لك، تو نخدموا تو نشوفوا تو نخدموا تو قد وما ثمش شيء. هو نخدم جي دي تي تو جنة، ذاك يسمى جنة من ولاد سيد من كاتر الحانوت طرقات، ما ثمش حد شيء، ما ثم حد شيء. بالنسبه للسريان الشماليه ذري ذري تو مبطل على القرايه، ذري مش حاطط كلام دقيق يعني مش حاطط تم كلها قاعدة في الدار، ليش من الطريق؟ ما ثمش طريق، أهم حاجة ما ثمش، ما تعملش كيلومتر ونص مش حكاية برشا. عايشين في الجبل، تعرف في الجبل، عايشين في الجبل، كي الحيوانات، حيوانات عايشين في البشر. لا عند تلبس تلهم شو هذي خلاص شوي، هذي خلاص شوي كذي. ناس بطلنا تقرا تلمزة، لا لا يمشي. والله اليوم مرتي عندها موعد في السبيطار، ما خلت تربط، عندها تصويره وعندها باش تمشي اليوم، ما مشيتش حتى بالحمايه ما تطلعكش البلاصه اللي ساكنين فيها، لا ماء لا كياس، معزولين مش نموتوا، اللي تولد تموت في الدار، واللي تدوخ تموت في الدار، وحالتنا تعبه تعبه للاخر للاخر، لا رانا ما رانا حتى واحد. نحنا يعملوا لنا حل، يشوفوا لنا الكياس يروحونا به غادي، ويشوفوا لنا الماء، وما حاجتناش حتى بالحوايج الاخرى، لا حاجتنا بحقة طماطم، ولا حاجتنا بوحده بكيلو مكرونه، ولا حاجتنا بشوليقه، لا حاجتنا حتى بشيء، حاجتنا بالصحيح الرسمي، حاجتنا بالكياس وبالماء. الشنتي يقرا خمس سنين والصباح يقول لك صباح الخير والعشاء يقول لك على السلامه، يعني ما يفهمش حتى شيء، حتى شيء ما ثمنيش، نهار يقرا وعشر ما ثمنيش من نو من الثلج الثلج هاو جاي العشاء برك. ثم الناس ما باش تتكلم، الناس تلوج على حقه طماطم وكيلو مقارون، احنا مش نلوجوا عليه، ما حاجتناش به. قريت ست ذري ما حاجتي حتى بشيء، اعطونا بنيت عمي كياس واعطونا مي، اعطانا 500 متر تراب باش نبدو مستوصف. اليوم عندنا 4 سنين وتا تا هاي قد هاي قطعه الارض هاي قدام، وقاعدين اليوم العظيم طلع نحرق بشر. انا قلت له 4 سنين ولا 4 سنين عندي، فهمت؟ والارض موجوده بالكتيب نتاعها بكل شيء، وعندنا وثيقه بكل شيء امريكا، ما بوش اليوم يبوا يطلعوا علينا باش نخدموا مستوصف. شفتي هاي البنيه هذه المواطنين الصحة، هذه حاجة تاع الأرض اللي رايح يشتغل.